الحوادث اللي قام بها صدام حسين بيقتل الأستاذ ماله اللي غلط عليه عنده واحد من المدرسين غلط عليه. منو الغلط؟ ما المدرس غلط عليه على صدام. اي ابتكريت تقصد؟ اي بالدراسة الابتدائية او المتوسطة. طب المتوسطة وضم الهيا وجاب الليل كردي الصور واخوه بالضبط كردي وضربه بطلقات بس ما صابه. اي صحيح هاي. شوف هو بالابتدائية من قعد عمره 12 سنة وكبير كان متأخر. إبراهيم الحسن شوف أكو شغلة على إبراهيم الحسن عبالهم قاسي ويكره ما يكره. إبراهيم يفهم التربية رجل يعني متخلف ومو مثقف يفهمها بالقسوة. وطبان مو ابنه صدام ابن زوجته ما يخاف. هذا ابنه اضربه يسموها الشبه هاي اللي ربطون بها تكرم الحيوانات وإن نبت براسه من جروه مثل البوري مال الدم. فهو يفهمها للقسوة تخلق رجال. ومرة صدام إلي قال لي شوف هاي ما سيرة حياته كلفني بيها بس ما كملناه. قال مرة اللي قاند أنا ناكل كرزات شنو الكرزات قبل ما شمسي قمر وهذا الحبل زه. قال ايه تاكل دت كرزو لك كرزو في شيء يعني طلقات. هو يفهم هاي القوة. فنعم صدام جسر. فمرة هم يعني المدير كان كمال الآلوسي بالابتدائية قلت لك هو كبير هم غلط ممكن على معلم وما يسوى مثل العصابة مجموعة يقودهم. فكمال ذكي كمال الآلوسي تعال اجى على حصان وبيد البندقية شوف هو شان شيء تعال ما تعال قنع للزمن بسطة بسط كمال الآلوسي. العصر حج خير الله شافه ومن جيل خير الله والبكر والزوج خالتي اسماعيل دول الرعيل الاول. الرعيل الثاني مال المعلمين ابويا وجماعته. فقال له ولدنا ما ينضربون. قال له خير الله مو مجيل واحد اذا ولدك ما ينضربون لعد ما اضرب الاخر هاي العصا استخدمها.